أهلا بكم مشاهدينا بالبونط العريض، تطواف في أهم الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية وأبرز ما تناقلته وكالات الأنباء وصحف الخرطوم الصادرة هذا الصباح، وهذه هي أبرز العناوين. في أولى الأخبار من صحيفة السوداني الدولية واشنطن تقول كلفة إضافية ضد جيش السودان حال تواصل العنف. وفي صحيفة الصيحة البرهان يوجه بمعالجة مشكلة الشمال وإنهاء الاحتياجات. ومن وكالة السودان للأنباء البرهان وحميتي يشاركان في الاجتماع الدوري لمجلس الترتيبات الأمنية بالفاشل. وأيضا في صحيفة سيتزن الأوغندية الاتحاد الإفريقي انشقاقات المدنيين بالسودان تؤثر على الاستقرار السياسي هناك. وأيضا في صحيفة السوداني القاعدة في اليمن تعدم القيادي أبو تراب السوداني. في صحيفة الوطن وفي الولايات من ولاية القضارف تؤكد الولاية على أهمية تطوير قطاع الثروة الحيوانية. ورياضيا في صحيفة هلالنا مدرب الهلال يصحح الأخطاء ويعد بفرقة قوية. هذه العناوين وغيرها نناقشها مع ضيفنا لهذا اليوم بالبونط العريض، فاصل ومن ثم نستهل هذا المشوار. أهلا بكم. أهلا بكم من جديد، وبعد هذا الاستعراض نرحب بضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ محمد الماحي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا. مرحبا بكم. السلام. نستهل هذه الجولة الخبرية بأولى الأخبار من صحيفة السوداني الدولية، وفي عناوينها الرئيسية واشنطن كلفة إضافية ضد جيش السودان حال تواصل العنف في البلاد. وفي تفاصيل الخبر قالت واشنطن إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطات العسكرية في السودان إن استمر العنف الدائر ضد المحتجين المناهضين لقرارات الجيش بحق الحكومة الانتقالية السابقة. وقالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مولي في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء: لقد أوضحت للقادة العسكريين أننا وبالتنسيق مع شركائنا مستعدون لتوقيع تكاليف إضافية إذا استمر النمط الحالي للعنف. أستاذ محمد الماحي، الولايات المتحدة الأمريكية تلوح من جديد بالعنف أو بإجراءات عقابية للعسكريين كلما
تأزم المشهد السياسي الداخلي. هل سلاح العقوبات ربما يعود من جديد بعد هذه التلويحات المستمرة من القادة الأمريكيين؟ بتعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت بتمارسه في عهود سابقة من كلينتون إلى أوباما، حتى جاء الآن بايدن. المسألة دي هي كانت أصلا أمريكا بتتعامل بمسألة العصا والجدل المعروفة للجميع. الولايات المتحدة الأمريكية كان لها كثير من العقوبات ضد المواطن السوداني، لكن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي عندها سياسات جديدة. الكلام ده بيتناقض مع السياسات اللي اتخذها بايدن وحزبه، لأن وجدوا أن العقوبات دي هم دائما بيعاقبوا المواطن، والفئة الحاكمة المقصودة هي بتكون متنعمة بكل الخيرات، بكل السفريات، بكل نواحي الحياة من التحرك وغيره، وهم وأسرهم. لذلك المزلة بتصبح ما مجدية بالطريقة القديمة التي تتحدث بها الولايات المتحدة الأمريكية الآن. الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي بتواجه يعني كثير من الصعوبات على مستوى العالم، وخاصة في ما يحدث الآن في أوكرانيا، وهناك نذور حرب قريبة. روسيا أصبحت الآن تعود للساحة كقوة قادمة في كما كانت في مكانها، وإيران أصبحت قوة الآن، الصين أصبحت قوة، كوبا، وهناك كثير من الدول، كوريا الشمالية. كل هذه الدول الآن تحيط بالولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية الآن اقتصاد نفسه دخل في مطب مع الصين بالتوسع الكبير في آسيا وفي الوطن العربي وفي أفريقيا. نعم أستاذ محمد، هل يمكن أن تجابه القيادات العسكرية الحالية الآن في السودان وأطراف الحكومة في الحكومة الحالية هذه العقوبات بردود ربما أفعال مختلفة بعد هذا التلويح أو بالتهديد الآن؟ هي أصلاً عقوبات ما كانت مفروضة على الجيش السوداني منذ عمر البشير. الآن اللجنة الأمنية هي التي تستلم زمام الأمور، لكن الولايات المتحدة الأمريكية دائما بتراعي لمصالحها. لذلك كان في تراجع عن هذه العقوبات، وبل يعني أصبحت تغازل في الدعم السريع اللي هو الشعب السوداني والمواطن السوداني، وكل المجموعات بتتحدث عن كيفية دمجه للدعم السريع، مش للدعم السريع كدعم سريع، لكن المواطن السوداني بيحلم بجيش قوي وواحد متماسك له قيادة واحدة. لكن الدعم السريع دعم أوروبيا، الاتحاد الأوروبي كان يدعم الدعم السريع باعتباره يتصدى للهجرة غير الشرعية التي تتجه صوب أوروبا. دي مسألة، هو ما فصيلة في النهاية، هو فصيل داخل الجيش، يعني يجب أن الدعم ده يتم للجيش عموما. يعني نحن الدعم السريع هو ما في النهاية هم سودانيين، يعني ما المسألة في أن الدعم السريع، لكن الدعم السريع عندما نتحدث عن الدعم السريع كفصيل من الجيش، كواحدة وحدة من الجيش، ده الشيء اللي بيطلبه المواطن السوداني. أنت ما بتقدر تخرج عن العرف السوداني. ليه؟ لأن أصلا تم حل الشرطة الشعبية، لأن المواطن السوداني كان عنده فيها رأي. تم حل الدفاع الشعبي والمواطن كان عنده فيها رأي. الآن نحن نتحدث عن الدعم السريع، أيضا تم تكوينه في عهد عمر البشير في سنوات متأخرة يعني. لكن ده ما المهم الآن. المهم الآن هو الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتحدث عن فرض عقوبات على العسكريين، هل العسكريين هم الذين على الحكم الآن أو على الجيش السوداني؟ نعم، تحدثت في بداية حديثك أستاذ محمد الماحي عن أن ربما الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بايدن اختلف نظرتها نحو الخارج. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه صراعا ربما بيشتد في الفترات السابقة مع روسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية. هل يمكن أن ينعكس هذا الصراع إلى السودان باعتبار أن الجيش السوداني له تعاملات تاريخية مع روسيا؟ هو
الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا هي الحرب الباردة مستمرة، وأشواغ الاتحاد السوفيتي طبعا أصبحت الآن متلاشية بعد انهيار الماركسية في الاتحاد السوفيتي القديم بشكله القديم. الآن أصبحت روسيا هي التي يعني تحاول أن تعود للمنصة مرة أخرى لتكون قوة ثانية، لأن أصلا العالم منذ أن خلق في قوتين، يعني منذ أن التاريخ الأول يعني. لذلك الآن وجود الولايات المتحدة الأمريكية كقوة واحدة هو ده السبب اختلال التوازن في العالم كله. لذلك بنجد في محاولات من الصين، محاولات من إيران، محاولات من كوريا الشمالية، ودي الآن الولايات المتحدة الأمريكية هي بتحاول تتمسك بموقعها الأول على العالم كله. ورأينا قبل أيام قليلة أنها أعلنت عن تحالف استراتيجي مع دولة قطر، وهي كان عندها رأي في دولة قطر، لأن ده بوريك أنه بايدن الآن بيتعامل مع الحركات الإسلامية الموجودة في العالم غير. نعم، هو يتعلق أيضا بمسألة المصالح، يعني لأن الحديث عن الخلاف مع روسيا ربما سيؤثر فيما بعد عن الغاز الذي تستورده الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التلاقي الاقتصادي مع قطر له أيضا المبررات الكافية في دعم الاقتصاد الأمريكي. لكن الآن السودان في هذا الصراع الدولي البارز، الآن البعض يعتقد بأن تقوية الجيش السوداني هو من الأشياء المهمة لدى الأمريكان، باعتبار أن السودان موقعه الاستراتيجي يؤثر بشكل كبير على الاستقرار في إفريقيا وعلى المصالح الأمريكية. هل بهذه العقوبات التي يمكن أن تفرض في أي لحظة كما راجت في الأخبار أن تؤثر على الشكل السياسي الداخلي للسودان؟ وشوف الشكل الداخلي في السودان، الولايات المتحدة الأمريكية ما تستطيع أنها تغير فيه كثير، لأن الشعب السوداني هو شعب يعني بيختلف عن الشعوب اللي بتتعامل معها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية الآن ليه غيرت سياساتها تجاه الحركات الإسلامية؟ لأنه وجدت الإرهاب اللي بتتعرض له بحساتها في الخارج، وهي لموقفها العدائي مع الحركات الإسلامية. لذلك الآن هي تراجعت عن هذه المواقف حتى إنها تضمن الأمان، ودي المصلحة الحقيقية لها، بأنها تضمن الأمان اللي بحساتها في الخارج للتفجير الذي حدث في سبتمبر بن لادن المشهور. وكل الحاجات دي الولايات المتحدة الأمريكية الآن بتحاول تتخلص منها بأنها بتقيم علاقات، حتى علاقات مع طالبان هي كانت حاجة مفاجئة وكانت نقطة تحول كبيرة جدا في السياسة الأمريكية. بتوريك أن السياسة الأمريكية الآن اتجهت اتجاه آخر ما بتتحدث عنه عن السودان، هي بتحاول هي تخفف عن منظمات الضغط الموجودة والرأي العام الأمريكي تجاه قضايا السودان، لأن هناك في منظمات ضغط كبيرة هي بتجيب مثل هذه القرارات حديثا وقولا، لكن ما بتقدر تفعل شيء، لأنه هي جربت السودان. السودان شعبي بيختلف، السودان شعبي ما عنده يعني علاقة بما يحدث في مجريات العالم. والدليل على كده تأثير العالم كله بعملية الأزمة الاقتصادية المرة بها العالم، السودان ما مر بها. لذلك السودان هو دولة بالمناسبة غريبة في تكوينها، غريبة في أشياء، غريبة في احتياجاتها. المواطن السوداني بيستطيع أنه يتعامل مع الحياة المفروضة عليه، والآن الحياة صعبة وقاسية وكل هذه ما تحمل كلمة من معنى، لكن برضو تجد أنه الأسر ودي ده الاقتصاد الحقيقي بالمناسبة، وأنه بيحاولوا يتماشوا مع الحياة الصعبة والحياة الراغدة. ولذلك السودان يعني هو السودان هو سريع بأنه يصنع بديل، بالإضافة لأن السودان عشان كده العالم الضغوط على السودان دائما بتعود، ما بتعود على الذي أصدر هذه القرارات بخير كثير، لأن السودان الآن بيصير في طريق واحد هو الاعتماد على الشعب. إذا كان في عيب على الذين قادوا الثورة في بدايتها إنهم هم اتجهوا بكلياتهم للقرب والولايات المتحدة الأمريكية، والآن أرى المجلس العسكري يتجه إلى إسرائيل يتم الحلقة الدولية، لكن ده ما بينفع إذا أنت ما عندك شعب عايزك تحكم
بتراضي، لأن الشعب السوداني مختلف تماما عن كل التكهنات، عن كل التحليلات، عن كل التوقعات والتنبؤات. نعم أستاذ محمد الماحي، الآن أيضا بعد ربما التهديدات التي تتعرض لها بعض دول الخليج، هناك من يتحدث عن أن ربما هذه الدول، دول المحيط العربي، بل أن هي تمضي في دعم القوات المسلحة السودانية باعتبارها حليف استراتيجي، وهو ما أيضا ربما يساعد أو يغير في الوضع السياسي الراهن في البلاد ويزيد من سيطرة القوات المسلحة السودانية على مقاليد الأمور بالسودان في ظل أيضا تشظي القوى المدنية. هو السودان بالنسبة لدول الخليج هي دول صديقة برضو لها مصالحها، والسودان هو وجهة حقيقية لهم إذا أرادوا استثمار حتى في المناطق الآمنة، يعني مثل ولاية نهر النيل والجزيرة وسنار وكذلك شرق السودان. حتى الآن غرب السودان إذا جاءت التنمية بصورة واضحة والميليشيات أوقفت هذه التحرشات ببعضها البعض، بيكون السودان هو وجهة حقيقية لدول الخليج ولأموالهم. لكن الجيش السوداني ودعمه يجب أن يتم من صناديق دعم حقيقية، ما يكون في تدخل خارجي إطلاقا. القوات الشعب المسلحة هي قوات يعني سودانية يجب أن تعتمد على الاقتصاد بشكله الموجود، والدعومات تكون عبارة عن قروض مستردة، تكون عن تبادل خبرات كثيرة، لأن الآن بيواجهوا العالم وبيواجهوا دول الخليج الآن أصلا بتكون في فتنة موجودة كما ترى أنت في اليمن، كما ترى في كثير من بلدان أفريقيا، لأن الحروب دي أصلا المستفيد منها دول القرن. أنت لما تملك مصنع لمنتج لازم تجد السوق الراي التي تستطيع أن تأخذ منك هذا المنتج. إذا كان المنتج سلاح كذلك بتكون هناك تجار السلاح لهم بالمناسبة فنون، وهم يعملون على ترويج هذه الأسلحة، يعني مصنع في ألمانيا ومصانع ميدين جيرماني، وما بتلقى ألمانيا فيها حروب ولا بتلقى بريطانيا فيها حروب ولا بتلقى دول أوروبا عموما فيها حروب. يعني هذه الأسلحة هي الراجة والدول القنية التي يمكن أن تشتري هذا السلاح مقابل البترول والنفط هي دول الخليج. لذلك لا بد لدول الخليج أن تكون أكثر وعيا وأكثر دراية، وما في حاجة بتخلون يقوموا يتقاتلوا ويشتروا سلاح بكميات كبيرة، لأن هذه الأموال يمكن أن تنمي. إذا كان بتحدث عن دول إسلامية حقيقية وعن عروبة وعن إقليم وعن أنه الإسلام هو منفتح حتى على أفريقيا وهو دولة بيعمل على إقامة دولة العدل، لذلك الخليج أمامه فرصة كبيرة جدا أنه يترك هذه الحروب ويتجه اتجاه حقيقي لتنمية واستثمار أمواله في أفريقيا القنية بثرواتها. نعم أستاذ محمد الماحي، مباشرة ننتقل إلى خبر آخر من صحيفة الصيحة. البرهان يوجه بمعالجة مشكلات الشمال وإنهاء الاحتجاجات، وفي تفاصيل الخبر عقد مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق وركن عبد الفتاح البرهان اجتماعه بالقصر الجمهوري أمس، وأشار الدكتور سلمى عبد الجبار مبارك عضو مجلس السيادة الانتقالي والناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن المجلس برئاسة الفريق وركن عبد الفتاح البرهان أكد أهمية الطرق القومية وانعكاسات إغلاقها وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني ومدى تضرر المواطنين من جراء ذلك، مبينة أن المجلس وجه بالإسراع في معالجة السبب الأساسي لهذه الاحتياجات بطريق شريان الشمال والمتمثل في زيادة سعر الكهرباء للمشاريع الزراعية. أستاذ محمد الماحي، سنة إغلاق الطرق احتجاجا على الأوضاع المعيشية والأوضاع الاقتصادية بشكل عام، هل يمكن أن تعالج مشكلات السودان ومشكلات المطالبين بهذا الإغلاق؟ نعم، الإغلاق ممكن أن يحل، وهو نوع من أنواع الاحتجاج، يعني رضينا أم أبينا، يعني ورأينا كيف كان إغلاق طريق الشرق، والآن في كثير من المدن الآن تريد أن تغلق
الطرق، رأينا يعني منطقة المناقل لأول مرة تغلق يعني حتى الشوارع، لأنه دي بتتأثر تأثير كبير بزيادة الغير منطقية للكهرباء. الكلام ده تحدثنا عنه كثير، لأنه الكهرباء الآن بتحمل المواطن ما سيحدث في الصيف القادم. الصيف القادم حتكون فيه قطاعات كثيرة جدا، القطاعات دي حتخلي الإيرادات ضعيفة، الإيرادات دي تمت مضاعفة التعرفة عشان يتحمل المواطن، يعني الخلل الفني الداخل الكهرباء الآن حيتحمل المواطن في الصيف القادم. نعم أستاذ أحمد، أنت ذكرت قبل قليل في محور آخر بأن الولايات المتحدة سلاح العقوبات دائما ما يؤثر على المواطن، وأن الحاكمين لا يتأثرون كثيرا بذات المنطق. يعني هل الإغلاق يؤثر على المواطن في أماكن أخرى؟ يعني إغلاق الطرق، البعض يتحدث عن زيادة في أسعار أشياء أخرى، يعني السلع الاستهلاكية المختلفة. هي الزيادة ما أصلا سببها زيادة الكهرباء، يعني زيادة الكهرباء دي بالمناسبة هو يعني حتى المصانع الضخمة الكبيرة المواطن هو يعني بالأمس الأول كل الألبان زادت بنسبة 25%، وكل السلع زادت بنسبة 25%. الزيادة دي هي سببها زيادة الكهرباء، لأن أنا ما قلت قبل العيشة بتبقى قاسية وصعبة على المواطن، لكن بيقدر يتحمل. لذلك الإغلاق ده هو سببه الحكومة وسببه وزارة المالية. أنت تراجعت عن قرار، وشوف المفارقات كيف، عندما أصدروا قرار بإعادة الكهرباء لوضعها الطبيعي بعد تراجع، كان هناك تحايل من الموظفين وإدارة الكهرباء بأنه السيستم ما قبل التراجع السريع، لكن عندما أعلنوا عودة الزيادة قبل إعلان الزيادة نزلت. ده بوريك في يعني هناك في استعجال كبير جدا لوضع المعاناة على المواطن، لكن الكهرباء ما منطق ولا معقول إنك تزيدها، لأنها هي منتج سوداني خالص 70% إنتاج مائي مجان، ما في وقود ما في أشياء. عندك 30% ده إنتاج بتاع الوعورات الحرارية، عندك 30% فاقد ده بسبب التسرب والحياة دي كلام تكلمنا عنه. 30% دخل الفني برضو يتحمل المواطن. لذلك الكهرباء 22,000 موظف، حد أدنى 85,000 جنيه سوداني، خدمة متردية جدا. برضو شركات الكهرباء الكثيرة دي دائرة هيكلة، دائرة إعادة نظر، مفروض الناس الحكومة تعيد النظر في الأمر ده قبل أن تعيد الأمر في التعريف. أيضا في إغلاق طريق الشمال هناك إغلاق للمعابر المودية إلى جمهورية مصر العربية بميزان التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، كيف يمكن أن يؤثر هذا الإغلاق في العلائق الاقتصادية بين البلدين؟ هو الإغلاق ده مجرد ما زالت هو قال كما تحدث البرهان أنه تحدث عن الشيء الأساسي من أجل أغلق الطريق مراجعة التعرفة، وكان في اتفاق زي ما قال أبو القاسم بورطم، وانا شايفه متصدق وقال حيقوم بمغاضاه شركه الكهرباء. في حتى السكني المفروض يكون 500 الاولى هي بالسعر القديم، وما زاد عن ذلك بالسعر الجديد. وبذلك تحدثنا انه في فدان، في مزارع عنده فدان واحد، فدان واحد بينتج مثلا جرجير او بينتج له طماطم. انت الفدان الواحد ده بيشيل منه 30,000 في الشهر، يعني هو حيبيع بكم؟ فالزياده ما منطقيه. واذا الناس قعدت وشافت الان الدخل، يعني الان في 500 تريليون بتخش للخرطوم شهريا من الضرائب، وفي كثير من يعني المفروض تكون في شفافيه في ايرادات الدوله نفسها وطرق صرفها. هل زيادة الكهرباء، تعرفة الكهرباء، يمكن أن تساهم في معالجة قطاعات أخرى يستفيد منها المواطن؟ لا، هي بتزيد تردي، يعني المصنع ما حيشتغل لك بنفس طاقته الأولى، لأنه يكون زاد البضائع، الزيادة بتعمل إحجام
يعني بتعمل ركود في السوق، بذلك المصنع ممكن يقلل من العمالة، ممكن ويصبح يقلل من الإنتاج، بذلك الآثار السلبية في زيادة الكهرباء ما مدروسة على الإطلاق. الدراسة الحقيقية إنك تدرس شركات الكهرباء عددها كم، بتصرف وقود كم في اليوم، بتصرف كم في الشهر للموظفين، مقابل الخدمة دي عندها 30% فاقد بسبب سوء إدارة فني. الحياة دي كلها أنت مفروض هي الأول تاخدها، تشوف الكهرباء ذاتها إنتاجها بكلف كم. نعم أستاذ محمد، بعض الداعمين لهذا الإغلاق، إغلاق طريق الشمال والمعابر الحدودية، يتحدث عن أن هناك إنعكاس إيجابي على بعض السلع الاستهلاكية كاللحوم مثلا، ما تعليقك على ذلك؟ هو قطاع اللحوم أصلا الخلل ده خلل سوداني، يعني إحنا ما بنعيب جمهورية مصر الشقيقة بأنها تجي تأخذ بحرمة لا ماشية وتذهب بها إلى مصر، طالما إنك أنت عندك قانون سمح أنت ما تلوم الآخرين. وفي حاجة تانية، لا 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 في يعني الناس حاولت، يعني الناس اللي عندهم يعني في مصر نفسها يعني نظرة تجاه الحكومة بتاعت السيسي حاولوا يستغلوا هذا الأمر، وهنا أيضا في محاولة استغلال إنه يعكننوا العلاقة بين الشعب المصري والسوداني. العلاقة بين الشعب والسوداني هي علاقة أزلية وعلاقة كبيرة جدا، ومصر هي نحن دائما بنتحزب بنقول هي عمق وهي دولة شقيقة، لكن يجب علينا نحن إننا نحدد احتياجاتنا، نحدد كيف نصدر هذه الماشية، لأن ما عندنا حاجة غيرها، يعني مستهلك يومي كل العالم بنتظره. لذلك اللحوم الآن تصديرها حية، هي دي مشكلة حقتنا نحن، لأن أنت عارف هل تصدق أن الجلد ده بيتباع ب$9؟ نحن الجلد اللي عندنا نحن في السودان بيتباع ب$9، ال$9 بيجيك حزام من جلدك ده ذاته بيتباع ب$2، يعني حزام بس من الجلد، وهو ده التالف بعد ما يصنعوا الأحذية والأشياء الكبيرة. نعم. التالف منه بيكون، بالتالي المسألة دي مسألة ما عندها علاقة بالمناسبة بالإغلاق. نعم. الإغلاق ده ما بتسهر حاجات أصلا، يعني وبتعرف مزايدات وأشياء كثيرة، لكن مجرد أنت ما تراجعت عن زيادة الكهرباء، زيادة الكهرباء تتراجع عنها كيف؟ زيادة كم تكلفة صناعة الكهرباء في السودان؟ 70% مليون. سنواصل هذا المحور لكن بعد فاصل قصير، ومن ثم نعود لمتابعة بالبونت العريض. أهلا بكم. أهلا بكم من جديد، ونرحب بكل الذين انضموا الآن لمتابعة بالبونت العريض مباشرة إلى وكالة السودان للأنباء. البرهان وحميدتي يشاركان في الاجتماع الدوري لمجلس الترتيبات الأمنية بولاية شمال دارفور. وفي تفاصيل الخبر، أعلنت حكومة شمال دارفور عن اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لاستقبال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق والركن عبد الفتاح البرهان ووفده المرافق الذين سيصلون إلى مدينة الفاشر عاصمة الولاية اليوم الأربعاء. ويلتئم بمدينة الفاشر عاصمة الولاية الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأبدية برئاسة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، وبحضور ممثلين عن مسار دارفور من قادة أطراف العملية السلمية في الإقليم. وقال والي الولاية نمر محمد عبد الرحمن إن الاجتماع سيناقش موقف تنفيذ بند الترتيبات الأمنية مسار دارفور وفقا لاتفاقية جوبا، بجانب الوقوف على تطورات الأوضاع الأمنية في دارفور والأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا. وأضاف أن الاجتماع سيناقش كذلك سير تشكيل قوة مشتركة ذات مهام خاصة لتحقيق الأمن والسلام في دارفور. وذكر أن حكومته وعلى هامش الاجتماع سترتب لقاءات منفصلة مع عدد من المسؤولين في البلاد. أستاذ محمد الماحي، رأيك بداية في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المضمن في اتفاقية جوبا للسلام؟ والله هو يعني نحن نقول بشرة بتاعت خير إن يكون في ترتيبات أمنية جزئي، نحن لازم نتحدث عن جزئي دي بحسب اتفاق جوبا، لأنه اتفاق جوبا نفسه جزئي، لأنه عندنا حركات لسه برا خارج منظومة السلام.
نعم. الترتيبات الأمنية هي بتواجهها يعني كثير من التعقيدات، هو اجتماع يعني ما وحتعقب اجتماعات واجتماعات، وإن شاء الله نحن في النهاية نتمنى إنه يصل لمبتغاه، لكن في الوضع الراهن ووضع اتفاق جوبا نفسه وحديث الهادي إدريس مؤخرا، حديث جبريل عن عدم وجود المال الكافي، عن دي بوريك في حاجات كثيرة بتواجه الترتيبات الأمنية الموجودة على أرض الواقع. العملية الترتيبات الأمنية دي هي ذاتها في مشاكل كثيرة، يعني هل كل الجنود الذين سيتم ترتيب ضمن القوات النظامية الموجودة داخل الخرطوم والولايات بأكملها، أو الجيش السوداني والجيش السوداني والشرطة والأجهزة الأمنية وغيرها. في حتة تانية، هل أنت الدعم السريع ده وضعه شنو حيكون؟ هو رئيس المزون من الدعم السريع الآن، الغايد بتاعه حميدته هو نائب الرئيس الموجود، وعلاقته مع الشعب السوداني وفهم الحتة دي كيف بالنسبة للقيادات الموجودة في الجيش وفي الدعم السريع؟ يعني هل أنت تتحدث عن هل وجود الدعم أو الدعم السريع لا بد له أن يكون داخل هذا البند، بند الترتيبات الأمنية؟ نعم. هل مضمن هذا الشرط في اتفاقية جبل السلام؟ هو ما الشرط، هو أصلا الدعم السريع مع قوة، يعني الآن الرأي العام حولها معروف، يعني أنت لا تستطيع أن تخرج عن الرأي العام. لكن قياسات الرأي العام أستاذ محمد الماحي، قياسات الرأي العام لها أطر ولها أيضا محددات تحدد هل الرأي العام بالكلية هل مجمع على هذا الحديث أم لا. لكن أتحدث عن هناك قانون سابق للدعم السريع يتحدث عن تبعيته للقوات المسلحة السودانية، لم يلغيها أي اتفاق آخر، حتى اتفاق سلام جوبا لم يتحدث عن هذا. هو المسألة دي فيها مجاملة، كانت يعني المجامله فيها اكثر من ودي ده السبب، دي العصبه اللي بتواجه الان الدعم السريع. الدعم السريع هو ما احد مكونات عمر البشير، دي ما فيها اثنين ثلاثه، ما في اثنين بيقدروا يتغالطوا فيها. قياس الراي العام هو الثوره اللي قامت، الثوره اللي قامت هي بتلغي كل ما قام به نظام عمر البشير، لذلك الدعم السريع بالنسبة للشعب السوداني بالنسبة للثورة والثوار هو أمر حتمي. وبالمناسبة حتواجهوا مليونيات بعد شوية، حتواجهوا حاجات أخرى، حتى في دارفور يعني في رأي آخر. لذلك المسألة بتاعت الترتيبات الأمنية دي بالمناسبة فيها تعقيدات كبيرة جدا، والدعم السريع هو قوة سودانية خالصة ما في اثنين ثلاثة، وجوده مهم لكن في أطر محددة بقائد واحد، يعني ما يكون في علم مع علم السودان، دي ما في، يعني ما بزول بقبلها. ده فيها استفزاز بالمناسبة بحاجة كورع عمر البشير يكون علمها موجود مع علم السودان، دي مسألة ما طبيعية، مسألة غير مقبولة. هل كتائب القوات المسلحة الداخلية لديها رايات وأعلام أيضا مختلفة، لكن لا تصهر بالسيادة. أيوة لا تصهر بالسيادة مع السيادة الوطنية. لكن هل يعني في هذا الجانب تحديدا هناك من يرى تناقض للمواقف؟ عندما كانت سلطة الحرية والتغيير حاكمة في فترة الدكتور حمدوك، وكل الثناءات تتحدث عن الدعم السريع، الحديث عن لافتات تمجد قائد الدعم السريع وقادة آخرين، تحول الموقف باختلال واختلاف المنظومة الحاكمة في السودان. هل يعد هذا الأمر انتهازية في المشهد السياسي السوداني؟ هذه التقلبات السريعة التي تتعلق بالموقع من الكرسي هي بنيت عليها كثير جدا من القرارات والمفاهيم المتناقضة في أوقات وجيزة. هو ده كان يعني وضع شاذ، لذلك ما استمر. شوف الحاجة الما طبيعية، أيوة موقف الحرية والتغيير في كل الأشياء التي ذكرتها كان وضع شاذ، هي من ضمن الأخطاء الكبيرة. هي الحرية والتغيير ذهبت كيف ما ذهبت، بأخطاء فادحة، أخطاء كبيرة جدا أفقدت ما وجدته من رصيد جماهيري ثوري كبير. لذلك الأخطاء دي من ضمن الحاجات التي ذكرتها وغيرها. الحرية والتغيير
أيضا عملية أنك تناكب قوات الشعب المسلحة كقوة موحدة برضو كانت زي ما قلت في سنة هناك. أنا قلت لك في مجاملات حدثت لشخصية يعني لشخص ما لكيان ما لمنظومة. لذلك الآن الاحترام بتاع قوات الشعب المسلحة هي قوة شعب مسلحة واحدة تم تكوينها منذ الاستغلال إلى الآن بجسم واحد، هي تنحاز إلى الشعب السوداني في فترات كثيرة معروفة لها يعني كثير من النضالات والمجاهدات والاحترام. الآن الناس بيتحدثوا عن هيبة قوات الشعب المسلحة، لماذا نتحدث عن هيبة قوات الشعب المسلحة؟ أين ذهبت وما السبب الذي أذهبها؟ دي مسؤولية القائد العام، مفروض تكون في دراسة، مفروض تكون في دراسة ليه ذات الكلمة دي تقال عادة الهيبة القوات تقال ممن أتحدث بأن أستاذ محمد ماحي عن أن كل ما قام به الرئيس المعزول عمر البشير لا بد له بمفاهيم الثورة أن يلغى. هناك أيضا ما يتعلق بمنظومة الصناعات الدفاعية، مثلا هل نلغي هذه المنظومة الكبيرة باعتبارها كانت جزءا من النظام السابق؟ وهذا أقعد بالسودان في أزمان مختلفة، كلما جاءت حكومة جبت ما قبلها بمفاهيم سياسية. ما كل الأشياء التي تقوم بها الحكومات، المنظومة الدفاعية ما قامت بحرمة الشعب السوداني، والمنظومة الدفاعية هي مسألة استراتيجية هي تابعة لقوات الشعب المسلح. يعني ما عندها قائد براء، ما عندها قوة براء، ما عندها كتيبة براء. يعني ده الفريق هنا بالمناسبة، يعني ما المنظومة الدفاعية بالمناسبة هي إضافة. ومثلا ما ممكن أقول لك نلغي كوبري الفتحاب ولا ليه، لأن الحياة قامت بحرمة للشعب السوداني وقامت تابعة لمؤسساتها. لذلك المسألة اللي بتصير الآن خطيرة جدا، التدخلات الأجنبية اللي بتحدث في السودان لها أسباب معروفة كثيرة جدا. الموضوع ده يعني بالمناسبة حيطيح بكل الأنظمة. أنت من تكون حاكم وإذا رفعت الحجر ده بقول لك أنا ما دايرك، الفائدة شنو؟ ما أنت ده من تكون حاكم لازم يكون حولك إجماع. ده الإجماع ده بيكون شنو؟ بقرارات شجاعة. إذا ما كانت هناك في قرارات شجاعة ومواجهة المحيط السياسي، أنا ضد الناس اللي بتحدثوا عن قوات الشعب المسلحة تكون بعيدة من المشهد السياسي، هي جزء من المشهد السياسي وما تكون حاكمة. نعم، ويمكن للقائد الأعلى إنه يترجل وينزل انتخابات يفوز، دي الديمقراطية. نعم، هذا مباشرة أستاذ محمد الماحي يقودنا عن للحديث عن القوى المدنية المتشاكسة. في خبر من صحيفة سيتزن الأوغندية نقلا عن الاتحاد الإفريقي يقول بأن انشقاقات المدنيين في السودان تهدد الاستقرار في البلاد. وفي تفاصيل الخبر، يسعى الاتحاد الإفريقي لإيجاد حل إفريقي للأزمة في السودان في وقت يمثل فيه القمع العنيف للاحتياجات بجانب الانشقاقات بين الجماعات المدنية أهم العوائق أمام أي عملية سياسية لحل الأزمة. وأخبر مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى السودان محمد بالعيش المجلس بأن الأزمة في السودان لم تكن فقط في القمع العنيف للاحتياجات، بل سيشمل ذلك الانشقاقات وسط الأطراف المتوقع أن تتفاوض مع الجيش، وحث أطراف السودان على استئناف الحوار. سنبدأ بداية أستاذ محمد الماحي في هذا الخبر تحديدا عن في الأيام الماضية هناك حرب ربما ضروس بين الحزب الشيوعي السوداني وقوى الحرية والتغيير وسهام التخوين، والحديث عن إشكاليات كبيرة جدا. هل يمكن هذا المشهد المدني، القوى المدنية التي كانت تقود الثورة، هل يمكن أن بهذا الاختلاف أن نضمن بأن تكون هناك سلطة مدنية قادرة على إخراج البلاد من أزمتها الراهنة؟ يشوف أصلا السلطة المدنية والاستقرار المدني عنده مسببات وطرق كثيرة لأن يكون واحد من العوامل لحكم الدولة. حكم الدولة بيختلف من دولة إلى أخرى. يعني نحن بنتحدث عن التشاكل في السودان المدني، في دول أصلا ما فيها مدنيين وبرضو فيها تشاكس. التشاكس هو قد يكون نعمة في واحد من
فترات، لأن الديمقراطية أصلا هو الرأي والرأي الآخر، لكن عندما يكون الرأي والرأي الآخر هو رفض الآخر، دي هي المشكلة. يعني الآن نحن عندنا عملية رفض الآخر، تخوين الآخر، بالتالي المسألة دي فعلا هي واحدة من مسببات الأزمة المدنية. الدولة بتاعتنا السودان دي بتحتاج لطريقة بتاعت حكم مختلفة، ليه؟ لأنه نحن عندنا طرق صوفية، ودي جانب عقائدي، عندنا أحزاب عقائدية هي أقرب للطرق الصوفية، عندنا إدارة أهلية، لكن الإدارة الأهلية بدأت تجيها بعد الاختلالات اللي هي المؤتمرات اللي بنشوفها كثيرة دي، الناس بيعتبروها هي صعبة في وحدة الإدارة الأهلية، لكن بالعكس دي برضه تشاكس آخر. يعني إن في شخص يجي يقول لك شخص هو ذاته ما معروف منه يمشي بيعمل له نظارة لقبيلة تانية، والقبيلة دي عندها نظارة قديمة متوارثة معروفة، الشخص بيكون ناظر كيف فبالتالي في مسألة يعني في أصابع كده بتتحرك بطريقة أنا ما الزول ما بيفهمها هي شنو. يعني أنت من ذاتك عشان تمشي تقول تعال نكون لكم نظارة وأنا سعيد بتكوين النظارة. نعم دائما أستاذ محمد، المسألة دي حتى الشخص الآن اللي بيقوم بالعمليات دي على رأسه وهو الدوم مسمى هو ذاته حوله خلاف، هو ذاته شق نظارة، بالتالي الانشغالات دي من الناس ما يتحدثوا عن القوى المدنية بس. لا ما أنا أتحدث في الخبر أيضا عن أن التأسيس للوضع العسكري دائما ما ينجم عن الاختلالات التي تحدث في القوى المدنية. عندما تتحدث القوى المدنية عن لابد من تسليم السلطة للمدنيين، وتجد أن المدنيون بهذا الطريق المتشاكس، كيف يمكن التأسيس لسودان ديمقراطي في ظل عدم الاتفاق الكبير بين هذه القوى الكبيرة، القوى المدنية الكبيرة؟ في أخطاء أصلا أطاحت بمنظومة الحرية والتغيير التي غادت الفترة الانتقالية حتى قرارات البرهان الأخيرة، دي كانت عندها أخطاء كبيرة وفاتحة ما عرفت كيف تتعامل مع الوضع السياسي وما عرفت كيف تجابه. ليه؟ لأنه نحن قلت لك عندنا إخصاء الآخر والنفس العالي وأنا الأفضل، ولما تقعد في الكرسي أنت بتحاول تقصى الآخرين حتى داخل حزبك. دي مسألة فعلا هي مسألة بتحتاج لحل، وحلها موجود، حلها في الشارع اللي بيطلع ده الآن رفض كل الموجودين. يعني الشيء المؤسف أنت داير منه الشارع ده طلع قال نازل كلهم ما داير أنت ارتكبتها أصلا. لذلك طالما انه في شارع القوى المدنيه ما عليها يعني ازمه كبيره، لكن يجب انه تكون في توعيه بمخاطبه قوات الشعب المسلحه وبهيبتها وبقوتها، وهي القوات الشعب المسلحه وغيرها يتخذ خطوات ذاتها تقربه للشعب السوداني اكثر من الابتعاد. ما هي الخطوات التي يمكن ان يتبعها القائد العام برايك كما اسميتها للخروج من الازمه؟ هي قرارات كثيرة، هي زي ما بقولوا عودة القوات الشعب المسلحة كما كانت، هي منحازة للشعب السوداني قوة واحدة. يعني الآن ماذا لو ذهب المجلس العسكري الموجود الآن جميعا ويا مجلس آخر وجاءت قوة سياسية غير التي جاءت واتفقوا على فترة انتقالية و توصل البلاد للانتخابات، إذا كان هذا أحد الحلول لماذا ما يتم؟ لكن عملية التشاكس الكثيرة بين المدنيين وضد العساكر وضد المؤسسة العسكرية، يعني ضد المؤسسة العسكرية خطأ. حتى تغيير الشخصيات من الملاحظ بأنه لا يؤثر كثيرا في المشهد، كانت القوى المدنية حتى اللجنة الأمنية بشكلها الأول أخرجت العديد من الأسماء لأنها رفضت، فلم يغير ذلك في المشهد كثيرا. الأسماء التي رفضت قبل الخوض في عملية الحكومة الشيء العملي، الناس ما عرفوا دي ما مشوا بالتيخة مقفولة، يعني بداية قبل أنه يمارسوا أي عمل تم رفضهم، وتم رفضهم لأسباب كثيرة إحنا ذكرناها كثير، قلنا في أعياد خارجية، في أصابع خفية كانت شغالة، في محور انتصر على محور، المحور المنتصر الآن يريد أن يفرض كثير من قراراته
لكن إذا نحن أردنا أن نتحدث عن قوات الشعب المسلحة كقوة هي الآن أعادت منطقة الفشقة، هي قوات الشعب المسلحة الآن هي التي تحرس الحدود بشكلها القديم، لكن لا بد للناس أنه يعيدوا النظر في عملية قوات الشعب المسلحة. هي مش هيكلة، إعادة النظر في مكوناتها وفي أشياء، حتى إن قوات الشعب المسلحة تعود كما كانت، هي الشعب واحد وجيش واحد، دي اتقالت منذ عام 56 وإلى الآن تقال، لكن في بعض الأشياء البسيطة وحتزول يعني طال الزمن أو قصر. نعم، ننتقل مباشرة إلى خبر آخر من صحيفة السوداني. القاعدة في اليمن تعدم القيادي أبو تراب السوداني. وفي تفاصيل الخبر، قام تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بإعدام أحد أبرز قادته السوداني رشاد قرشي، ويكنى بأبي تراب السوداني بتهمة الخيانة والعمالة لدول معادية ونشر أسرار التنظيم والتورط في كشف مخبأ أمير القاعدة في اليمن أبو بصير ناصر الوحيشي، ما أدى لاستئدافه عبر ضربة جوية بسلاح الطيران الأمريكي في العام 2015. ونقلا عن شباب تنظيم القاعدة في السودان، فإن القيادي الذي عدمته القاعدة بقطع الرأس من أبناء مدينة الخرطوم الذين التحقوا بصفوف التنظيم المصنف إرهابيا منذ وقت مبكر في شبابه، وقاتل ضمن قواته في أفغانستان واليمن والصومال قبل استقراره في اليمن، حيث ترقى حتى تولى موقع المسؤول اللوجستي بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية. أستاذ محمد الماحي، يعني رأيك بداية في التحاق الشباب السودانيين ببعض التنظيمات كالقاعدة وداعش، والحديث عن أعداد كبيرة جدا من طلاب الجامعات المرموقة للأسف في الفترة الماضية التحق بالتنظيمات التي تصنف إرهابيا، ما هي الأسباب؟ هي الأسباب كثيرة. يعني الآن يعني نحن عندنا صوفية، من الانتقال للصوفية تلقى الصوفي ذاته أصبح من الموحدين أو من أنصار السنة، في شخص بيصل أنصار السنة وبيصل، دي كلها جماعات معتدلة، بيشوف إنه في نقص، النقص ده المفروض يتم بالقوة، يعني ده شيء طبيعي، يعني شو بيشوف انه في نقص في عملية يعني تدين. إقامة الدين وحدود وكده، وانه دي الناس وسطيين ما ينفعوا، المفروض تكون في قوة أكبر. هنا بتجي مسألة التشدد، والتشدد عنده يعني حاجات كثيرة، حتى علماء النفس وكده تكلموا فيها، لكن السودانيين ما وحدهم برضو، نحن ما نتحدث انه في ايطاليا برضو ظهر فيها هؤلاء المتشددين، في امريكان، في يعني بريطانيين، في سعوديين، في مصريين، يعني كل الدول، يعني نحن جزء من الكل ده، يعني ماشي غريب، ودي سنة الحياة انه الناس بتمشي لما تعتقد فيه هو صحيح وهو خطأ، نحن قاعد نشوفه خطأ ونتأسف، وآخرين يشوفوه صحيح ويتأسفوا، لكن العقيدة السوية هي طبعا الوسطية التي يعني بتمنع قتل الروح من غير حق. ولذلك المسألة دي أنا بعتبرها هي مسألة طبيعية في القاعدة، لأنه قبل كده عدموا كثير بسبب الخيانة وبأسباب كثيرة، يعني معظمها كانت حول الخيانة، شفنا في العراق، شفنا في سوريا، المسألة دي طبيعية. ويعني بالنسبة للجماعات الدينية والذين دخلوا فيها هم يكونوا ملمين بقواعدها وملمين بسياساتها وبحاجاتها، ودي شيء يعني أنا بحتبره يعني هي عقيدة بيعتقدها شخص واحد ما بتمثل الدولة. نعم، مباشرة إلى صحيفة الوطن، وولاية القضارف تؤكد العمل على تطوير قطاع الثروة الحيوانية. أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي على التعاون والتنسيق
بين المركز والولايات لتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه والي ولاية القضارف السيد محمد عبد الرحمن محجوب، وبحث معه الإشكاليات والتحديات التي تواجه القطيع بالولاية وإدخال الحيوان في الدورة الزراعية، ودعا حافظ إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية والاهتمام بالمربين والمنتجين، إضافة إلى الاهتمام بصحة الحيوان ورعايته. كيف يمكن أن نستفيد من هذه الطاقة؟ يعني القطاع الثروة الحيوانية هو من القطاعات المهمة والكبيرة في السودان، كيف يمكن أن نستفيد من هذا القطاع؟ هو السودان من أقوى وأكبر الدول التي تمتلك ثروة حيوانية، لكن للأسف ما في استفادة منها قصوى، ذلك للطرق البدائية اللي بيتعاملوا بها اللي عملت بها الحكومات. يعني أنت إذا دار تطور الثروة الحيوانية لابد أن تكون في شراكات كبيرة، يعني عليك أنه أكبر دولة مصدرة الآن للألبان هي هولندا، مساحتها أقل من الجزيرة، يعني من مشروع من منطقة الجزيرة. لذلك المسألة دي مسألة هي كبيرة، وكلام بيتقال، الكلام ده قبل كده قالوا كم يعني وزير الثروة الحيوانية قبله لتطوير، التطوير ده بيتم بأنك تعمل مسالخ ومطارات سريعة لنقل اللحوم، وإنك تتبع الشروط والمقاييس والمواصفات الدولية للتصدير. يعني نحن بنتحدث عن أنه ما نصدر حي، لكن برضو ما نصدر حي دي نحن بنكون محتاجين لدولار، الجماعة بكلفته بودوا جيب وشيل الدولار ده ما بيعمل حاجة. لكن إذا جلسنا والناس يعني مثلا الثروة في دارفور هي ثروة كبيرة، يعني ما سهلة، في قضارف ما سهلة، في أرض البطون عموما ما سهلة، في الجزيرة ما سهلة، دي بتحتاج لمسالخ كبيرة وضخمة. يعني مفاجأة كده يقول لك يا أخي تصديق المسالخ موقوف. طيب الثروة الحيوانية دي أنت حتصدرها كيف؟ في يعني في ناس، في ناس بيستفيدوا من الأزمات وعدم التصاديق دي، بيكون عندهم يعني كثير من المصالح. نحن إذا أردنا إنه نقدم ثروة حيوانية نقدم رؤية واضحة، ما يكون حديث إنه والله في ولاية القضارف حنعمل 1 2 3، المزارع للحيوانات حتكون كده، المرعى حيكون كده، التكلفة بتكون كده. لكن الكلام السائد ده قال كثير، بعد كده المفروض الناس تتحدث عن يعني لما تحدث يقول والله دايرين نطور في القضارف، دايرين نعمل 1 2 3 4، توفير المياه، عمل حفائر وغيره، والحياة دي يعني ما بتتم بالحديث. نعم، ننتقل مباشرة إلى آخر الأخبار من صحيفة هلالنا. المدرب الهلالي يصحح الأخطاء ويعد الجماهير بفرقة قوية. وفي تفاصيل الخبر، صحح مدرب الهلال البرتغالي جواو موتا أخطاء مواجهة ستيلنبوش الإعدادية الأخيرة، وذلك خلال مران مسائي ركز فيه البرتغالي على الشق الفني من أجل تجهيز اللاعبين قبل مباراة سان داونز الجنوب أفريقي. وكان الهلال قد أكمل كافة الترتيبات للمجموعات بإضافة 7 لاعبين جدد، وشهد التدريبات تنافسا مثيرا بين اللاعبين من أجل دخول تشكيلة الفريق. ووعد جو موتا بخلق فرقة زرقاء قوية. الهلال الآن يعسكر جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهات مهمة مع صن داونز ومجموعة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. كيف ترى إعداد الهلال إلى هذه اللحظة أو حتى هذه اللحظة؟ والهلال إلى الآن يسير بخطى ثابتة في عملية الإعداد. عملية ضم لاعبين في الفترة دي هم اللاعبين لهم خبرات ومكتسبين يعني التنافس الدولي، لذلك يعني انسجامهم مع الفرقة بيكون أسهل كثير. ما ينقص الهلال الآن هو الجمهور، يعني متى ما وجد الهلال الجمهور وهو اللاعب رقم 1 الهلال بيكون 100%، يعني ممكن نديه زي 98% أو كده من الإعداد. لكن إذا الهلال وجد الفرصة لأنه ضم جماهير ووجد المؤازرة، هو يمثل السودان، وهو دائما الهلال بيكون في الموعد، وأنا بتوقع أنه يحقق نتيجة جيدة. تمنياتنا للهلال بالتوفيق ولجماهير الهلال كذلك. تحياتي ختام أستاذ محمد الماحي، شكرا جزيلا لك، لنلتقي في مساحة قادمة بالبونطلاريو.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام بالبونط العربي، إلى أن نلتقي في مساحة قادمة، تقبلوا تحياتي وتحايا فريق العمل، إلى اللقاء.